السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميس في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 19، بارتي 19 من سلسلة شروحات المادة ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي الخاصة بالسيمستر 4. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا نخدم لكم واحد الإكزرسيس اللي هو إكزرسيس 1 اللي عنده علاقة بالشابتر الأول ديال لا كونستيتيسيون دو لا سوسيتي أنونيم، بالضبط القلولة ديال ليبراسيون انتغرال، يعني كتكون واحد ليبراسيون توتال ديال ليزابور اون ايميرير. دونك ان شاء الله نديرو هاد التمرين هذا ونتمنى انكم تستافدوا منه، واخا هو راه غير تمرين بسيط سامبل، ولكن فيه بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انكم تستافدوا منهم باش تفهموا هاد الموديل ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي. دونك بالنسبه للتمرين عندنا le 6-5-2016, une société anonyme est constituée par 5 associés. La valeur nominale de l'action est fixée de 100 dirhams par action. 4 associés A, B, C et D ont apporté une somme de 100 000 dirhams pour chacun. Donc, nous avons une société anonyme TS7 FSTA FSHAR 5-2016. La société anonyme est soit 5 ديال les associés, 5 ديال الشركاء ولا خمسه ديال المساهمين. دونك هاد خمسه الاشخاص اللي اسسوا هاد لا سوسيتي انونيم اتفقوا بان لا فالور نومينال ديال لاكسيون، القيمه ديال السهم الواحد هو 100 درهم. دونك بالنسبه لي زابور، اربعه ديال لي زاسوسي اللي هما ا و بي و سي و دي، عطيناهم هاد ا و بي و سي ديال رسميات، جابوا كل واحد فيهم بالسهم سهم 100000 درهم بوغ شاكا، كل واحد عطى 100000 درهم. هذا ابور اونيميغ، مفهوم؟ مي كيكون لارجون ابور اونيميغ. واحد الاسوسي او، واحد الشريك او، شنو جاب لينا؟ جاب لينا واحد لونتربريز ديالو. دونك جاب لنا واحد لونتربريز، اونتربريز جاب لنا لو بيلون ديالو. دابا من خلال داك لو بيلون اللي جاب لينا غادي نديرو نعرفو شحال لابور اللي جاب. دونك جاب لينا هاد البيلون، ها هو لي زيليمون اللي فيه، عندنا فون كوميرسيال، تيغان، ماتيريال انفورماتيك، مارشانديز، كليون، بونك. بالنسبة للباسيف كابيتال امبرا فورنيسور، وديما بالنسبة للاكتيف راه كيعطوني مقسم على ثلاثة، كاين لو بغيت ولا امورتيزمون بروفيزيون اونيت. بوغ لي كالكيل ديال لابور، الحساب ديال لابور ديما كنخدمو بالنت، حنا ما سوقناش في داك البغيت، كنشوفو النت، يعني كنشوفو لا فالور اكتيال. في الكالكيل ديال لابور كنشوفو لا فالور اكتيال، ما كنشوفوش البغيت، مفهوم؟ دابا غنوريكم كيفاش نطبقو ان شاء الله، نفهمو هاد التمرين هذا وتجاوبو عليه. دونك بالنسبة La réalisation des apports en numéraire se fait par dépôt au prix des notaires. Donc les apports en numéraire, il y a une flouz. La réalisation de l'homme, la libération de l'homme, quand on a un dépôt auprès des notaires. Je dis une flouz, on a un notaire. Donc la libération intégrale, il y a la totalité de la flouz et les apports en numéraire, on a un notaire. Le notaire, ou la diversité, le compte bancaire. Donc le 13-5-2016, le notaire a versé le dépôt au compte bancaire de la société anonyme. Frais de constitution, réglé par chèque bancaire. Donc le travail à faire, on a quatre questions. Question 1, calculer le capital social de la société anonyme. Question 2, présenter le bulletin de souscription. Question 3, enregistrer les opérations dans le journal. Question 4, présenter le bilan de la création de la société anonyme. À la barakatilla, nous allons commencer la question numéro 1. Moumkin annakoum touma diro twaqfou le vidéo, diro pause, ou tchawlou annakoum tchadmou هاد ليكزيرسيس كيسيون باغ كيسيون، وابخي من تكملو راه ممكن انكم تشوفوا لا سوليسيون ان شاء الله. دونك حنايا هاد لا سوسيتي انونيم قلنا تاسست باغ 5 اسوسي. اول حاجه ندير نحسب لي زابور او نيميغيغ. شحال لي زابور او نيميغيغ؟ لي زابور او نيميغيغ قلنا هما لارجون، يعني هادوك الفلوس اللي جابو هاد المساهمين. هنايا كنلاحظوا بان اسوسي ا او بي و سي و دي هادو كلهم جابوا فلوس، كل واحد جاب 100000 درهم. وبالنسبه لهاد لونتربريز اللي هو الاسوسي او، تا هو عنده ابور نيميغ، هو 60000 درهم، كنشوفوا النت، تا هو ابور نيميغ. دونك شحال عندنا في لابور نيميغ؟ عندنا 100000 درهم كنضربها في 4، لان كل اسوسي من هادوك جاب لنا 100000 درهم، هما 4 و 60000 درهم ديال او، دونك لابور نيميغ 460000 درهم، هذا باين. دابا لابور اون ناتور، شكون اللي جاب لابور اون ناتير؟ لابور اون ناتير جابو غير الاسوسيي او اللي هو كاين في البيلون، يعني هادوك لي زيليمون ديال لاكتيف من غير
Laban, Coulomb, Apport, on attire les hommes. Le fonds commercial, terrain, matériel informatique, les marchandises et le client. Donc, on a quand même net, le calcul de l'apport. Le calcul de l'apport, toujours quand même net. Quand je suis net, net, il est quand je suis toi. Donc, c'est l'apport en numéraire, en nature à fond, on les apports de on attire les nains. اللي هما بالنيت ديالي يعني نجمع 120 زائد 100000 زائد 40000 زائد 100000 زائد 80000 دونك يعني تعطينا لابور اون ناتور اللي هو 440000 درهم. دابا لي زابور ا تيتر اونيرو هاد المسيو او عنده ابور ا تيتر اونيرو هما لي ديت هما لي زاليمو دو باسي من غير الكابيتال اللي هما الامبرا والفورنيزور دونك غنجمعهم 70000 زائد 30000 تعطيني ان لي زابور ا تيتر اونيرو هو 100000 درهم. دابا نحسبوا لابور بيور سامبل ديال او الاكسيونير او شنو هو لابور بيغ سامبل ديال او لابور بيغ سامبل ديال او هو لابور اون ناتور ديالو زائد لابور اون نيميرير ديالو ناقص لابور ا تيتر اونير دونك هو لابور اون ناتور اللي جاب 100000 درهم وجاب واحد 60000 درهم ديال لابور اون نيميرير دونك ها هي وغنقصوا منهم لي زابور ا تيتر اونير باش يعطينا ان لابور بيغ سامبل ديال هاد السيد او هذا يعني ديك لابور كنقسم منهم لي ديت اللي هو 400000 درهم. دونك شنو هو الكابيتال سوسيال؟ الكابيتال سوسيال هو لابور بيغ سامبل يعني هو لابور بيغ سامبل يعني الابور اون نيميرير زائد الابور اون ناتور موان لي زابور غاتيتر اون ايرو. دونك هذا هو الكابيتال سوسيال. دونك الابور اون نيميرير 460000 درهم لابور اون ناتور 440000 درهم كنقصوا منهم لي زابور اتيتر اون ايرو اللي هو 100000 درهم باش يعطيني الكابيتال سوسيال هو 800000 درهم. دونك كنشدو لابور اون نيميرير ناقص لابور اون ناتور زائد لابور اون ناتور دونك لابور اون نيميرير زائد لابور اون ناتور ناقص لي زابور اتيتر اون ايرو باش نحسبو الكابيتال سوسيال كيعطيني الكابيتال سوسيال 800000 درهم. دابا نديرو لو بيلتان دو سوسكريبسيون. لو بيلتان دو سوسكريبسيون دونك عندنا 5 اسوسي ا بي سي دي اي ها هو توتال. دونك كندورو لا فالور سوسكريت نومبر دي اكسيون ولا بار سوسيال ديال كل اكسيونير. دونك ها هما نبداو باكسيونير ا ولا اسوسي ا. اسوسي ا بي سي دي قلنا كل واحد فيهم جاب لينا 100000 درهم دونك ها هو لا فالور سوسكريت باش تسجل هو 100000 درهم 100000 درهم 100000 درهم 100 درهم. باغ كونتخ لاسوسي او نشوفو لابور بيغ سامبل ديال او. لابور بيغ سامبل ديال او راه ديما في الكابيتال سوسيال لابور سوسيال راه ما كندخلوش لابور دي تخونيت نشوفو نشدو البيغ سامبل. بيغ سامبل ديال او هو 400000 درهم ها هو 400000 درهم. دونك الا جمعنا هادو كيعطينا 800000 درهم هو الكابيتال سوسيال. دابا هو التقسيم ديال الكابيتال سوسيال 100000 درهم منه ديال ا بي عنده 1000 100000 درهم سي تا هو و او عنده 400000 درهم. دابا النومبر دي زاكسيون كيفاش كنعرف النومبر دي زاكسيون؟ اول حاجه النومبر دي زاكسيون توتال حنا عندنا الكابيتال سوسيال 100 درهم كنقسموا على لا فالور نومينال. لا فالور نومينال دو لاكسيون راه كسبنا 100 درهم هي دونك 800000 درهم مقسوم على 100 درهم كتعطيني ان النومبر دي زاكسيون ديال الكابيتال سوسيال كلشي ديال هاد السوسيتي اني هما 8000 درهم. دونك كل واحد كيفاش نعرف النومبر دي زاكسيون ديالو؟ سي سهل كنشد هاد الفالور سوسكريت ديالو وكنقسمها على 100 الفالور نومينال ديال لاكسيون 100000 درهم مقسوم على 100000 لا ميم شوز بوغ بي سي دي او بوغ او 400000 درهم نقسمو على 100 درهم عطاتنا 4000 اكسيون. دونك هذا هو التقسيم ديال لي زاكسيون. لا بار سوسيال لا بار سوسيال لا بار سوسيال هو كنشدو نومبر دي زاكسيون كنقسمو على نومبر توتال دي زاكسيون وكنضرب في 100 ديال كل واحد يعني كنشد نومبر دي زاكسيون ديال كل واحد وكنقسمو على توتال. دونك 1000 مقسوم على 8000 مضروب في 100 كتعطيني 12.5% يعني ميم شوز بوغ بي 1000 مقسوم على 8000 مضروب في 100 12.5% سي لا ميم شوز 1000 مقسوم على 8000 مضروب في 100 12.5 دي 1000 مقسوم على 8000 مضروب في 100 12.5 اونفان او 4000 اكسيون مقسوم على 8000 عنده 50% ديال لي زاكسيون والتوتال هو 100%. دونك هذا هو الكيستيون نيميرو 2. دابا نشوفو كيستيون نيميرو 3. Pour la question numéro 3, Galulia enregistrer les opérations dans le journal. Il y a l'opération de la promesse des apports, de la réalisation et de le paiement de l'effet de constitution. C'est ce qu'il y a dans l'opération de l'Oula, il y a la promesse. La promesse des apports. Pour la promesse des apports, dis-moi qu'on dit la date de la constitution de la société anonyme l'ISTAF, il y a donc, nous avons dit associé compte d'apport en société en numéraire FTB, aussi associé compte d'apport en société
en nature ou le capital social. Là, on a libération intégrale. Le cas on a libération partielle, on a dit le compte de l'action à capital souscrit non appelé. Mais là, on a intégrale, donc on a dit l'écriture radiale. Donc, là, pour l'associé compte d'apport en société numérique, on a dit شحال في الابور اونيمير؟ الابور اونيمير حسبنا لقينا فيه 460,000 درهم. اسوسي كون دابور اون سوسيتي اون ناتور كندير فيها شحال في الابور اون ناتور؟ ولكن راه كنقص منهم لابور اتيتخ اونيرو. يعني واخا هما لابور اون ناتور فيهم 400,000 440,000 درهم، ولكن نقص منهم 100,000 درهم ديال الابور اتيتخ اونيرو باش يكون عندي كالكول اكزاكت. دونك هاي نقصنا منها كتعطيني 340,000 درهم. وبالنسبه للكابيتال سوسيال راه ديجا حسبنا 800,000 درهم. دابا الاوبيراسيون من بعد هي لا رياليزاسيون دي زابور. كنديروا لا رياليزاسيون دي زابور اون نيميري ولا زابور اون ناتير. بور لي زابور اون نيميري قال لك لا رياليزاسيون سو في بار ديبو او بري دي نوتير. هذيك لي هذوك الفلوس اللي باش نرياليزيو هذيك لي هاد لي بروميس باش نديروا لا رياليزاسيون ديالو. هادوك الفلوس اللي جابوا هاد لا سوسي لابور نيميري مشاو عطاهم حطوهم عند واحد النوتير. دونك غنديروا الكونطابيليزاسيون ديال هاد لوبيراسيون. دونك الا كان نوتير كنكتبوا هاد الكونط ديال ديفير دو ديبيتور في دي بي او اسوسي كونط دابور اون سوسيتي اون نيميري في الكريدي. دونك دي بي او بري دو نوتير ديما هاد لوبيراسيون. هنايا شحال في لابور اون نيميري؟ دابا لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتور. Les apports en nature, quand vous avez les éléments de les apports en nature, on a rien eux, les endo, endo fonds commerciaux, terrain, matériel informatique, marchandises, clients. Quand vous avez les comptes, on a les kenyans, ce qui est que vous avez l'apport en numéraire. Donc, on a une remarque importante, la comptabilisation de la réalisation des apports en nature, donc les éléments de la classe 2, les hommes, fonds commerciaux, terrain, matériel informatique, donc les mobilisations, quand vous les mettez dans le journal. ولكن لي زيليمون ديال الكلاس 3 كندخلهم بالبغيت في الجورنال لانني كان كونطابيليزي هاد لا بروفيزيون ديالهم. دونك هنا فون كوميرسيال دخلته بالنت 120,000 درهم، تيغان بالنت 100,000 درهم، ماتيريال انفورماتيك بالنت 40,000 درهم، ولكن المارشانديز والكليون باش دخلتهم؟ كتلاحظوا اني دخلتهم بالبغيت، دخلتهم بالبغيت في الجورنال، غير في الجورنال ماشي في الكالكيل دي زابور. في الكالكيل دي زابور راه كنخدموا بالنت، هنا كندخلوا بالبغيت. كندخلهم بالبغيت. علاش؟ لان لا بروفيزيون كات كونطابيليزا. علاش كنكونطابيليز بروفيزيون؟ علاش كنكونطابيليز بروفيزيون ما كنكونطابيليز لامورتيسمون؟ حيت لامورتيسمون اي ايريفيرسيبل ديفينيتيف، شي حاجه اتامورتات ما يمكنش انها ترجع للقيمه ديالها. باغ كونتخ لا بروفيزيون هاد المارشانديز راه شاكين في واحد 15,000 درهم ممكن تمشي خساره، ولكن راه ممكن هاد لا بروفيزيون ترجع لينا تكون غير نون جيستيفي سون اوبجي، لان بروفيزيون غير بروبابل. ضروري خاصني نشد بالاعتبار هاد الخساره الممكنه. دونك هادو كندخلهم بالبغيت. هنايا الكريدي كندير اسوسي كون دابور اون سوسيتي اون ناتير، القيمه ديالو اللي درنا في الاول 340,000 درهم، هادي اللي درت هنا. كنكونطابيليزي لي زابور اتيتخ اونيرو اللي هما الامبران الفورنيسور كيتكريديتا 70,000 درهم ديال الامبران الفورنيسور 30,000 درهم جبتهم من البيلون. من بعد كنكونطابيليزي لا بروفيزيون، البروفيزيون ديال المارشانديز، البروفيزيون ديال الكليون، هادو كنكونطابيليزيو في الكريدي. البروفيزيون ديال المارشانديز هو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي ستوك، فيها 15,000 درهم، هذيك ال 15,000 درهم ديال البروفيزيون ها هي. وبالنسبه لي كليون، بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي، ولا ممكن تكتبوا بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركينو لي بريتو. انا درت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كليون اي كونت راتاشي، القيمه ديال 30,000 درهم، 30,000 درهم هي عندي اللي هنا ها هي، هي اللي كتبتها. دونك هادو هما لا رياليزاسيون دي زابور اون ناتير. من بعد لوبيراسيون سويفونت قال لي بان لو 13/5/2016 النوتير افيرسي لو ديبو او كونت بونكير دو لا سوسيتي انونيم. هذاك النوتير هذوك الفلوس اللي حطينا عنده هادو جدا ليهم فيرسيهم الكونت بونكير. دونك تو سامبلومون كندير اكريتور سامبل، كنديبيتي لا بونك وكنكريديتي هاد ديفير ديبيتور نفس القيمه ديال لي زابور اون نيميغ. دونك فيرسيمو دي زابور اون نيميغ باغ لو نوتير. ابخي اخر اوبيراسيون هي لو فري دو كونستيسيون اي ريغلي باغ شيك بونكير 12,000 درهم. دونك كنديبيتي الكونت ديال فري دو كونستيسيون، كنكريديتي الكونت ديال لا بونك 12,000 درهم. 12,000 درهم. دابا نشوفو كيستيون نيميغو 4 اللي هو لو بيلون دو لا كرياسيون ديال لا سوسيتي انونيم، لو بيلون دو لا كونستيتيسيون. لو بيلون كندير لي زيليمون اللي عندي في الجورنال. دونك بالنسبه للاكتيف عندنا الفري دو كونستيتيسيون عندكم تنساوها راه داخله، عندنا الفون كوميرسيان تيغا ماتيريال انفورماتيك مارشانديز وكليون هادشي اللي عندي هنا اللي عندي دونك راه كنخدم غير بهذا الجورنال هذا ها هما فاش سميتو. دونك
Fréquentation, fonds commercial, TA, informatique, marchandises, clients et la banque. Mais c'est pas le passif, on a le capital social. On a le capital social. Capital social, on a l'emprunt, le fournisseur. Capital social fait 8000 dirhams, c'est ça. L'emprunt fait 7000 dirhams, c'est ça. Et le fournisseur fait 30000 dirhams. Fournisseur 30000 dirhams. بالنسبة للإليمنت دول أكتيف نبداو بالإليمنت ديال الكلاس 2 عندنا فري دو كونسيون فون كوميرسيال تيغا ماتير انفورماتيك ندخل هاد القيم اللي عندي هنا ها هما اللي عندي هنا دونك فري كونسيسيون 12000 درهم هي دونك ما كاين حتى امورتيسمون لا بروفيزيون فون كوميرسيال 120000 درهم تيغا 100000 درهم ماتير انفورماتيك 40000 درهم فيهم لا كاين لا امورتيسمون لا بروفيزيون ما يمكنش تدخل ولكن بالنسبة لي مارشانديز والكليون راه كندخلهم اللي بغيت اللي بغيت هو هاد القيمه اللي درت هنايا ها هي 115 110 وكاينه وكا كونطابل وكندير هاد لي بروفيزيون ها لا بروفيزيون ديال لي ستوك 15000 درهم ها لا بروفيزيون ديال لي كريون ديال الكليون 30000 درهم والنت هو الفرق بين اللي بغيت و لافونسمون اي لا بروفيزيون دونك كتعطيني 100000 درهم 80000 درهم ولا بنك راه الفلوس اللي حطينا في لا بنك 160000 درهم ولكن خلصنا 12000 درهم من الفري دو كونسيديو كتنقص كيبقى لي في لا بنك 448000 درهم ها هي ابري ليسونسييل عندنا هو هاد لي نيت خاصهم يكونوا مساويين راه كاين واحد 45000 درهم ديال لي بروفيزيون دونك هذا هو لو بيلون دو لا كرياسيون ديال لا سوسيتي انونيم نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكزيرسيس هذا وان شاء الله عاد نلح لكم هاد الاكزرسيس هذا سو فورم دو فوتو غتلقاو ان شاء الله في الكونت الفيسبوك ديالي اللي هو كريم ايكونومي ها هو الفيسبوك ديالي نكتبو لكم هنا كريم ايكونومي 2 او ولا غتلقاو في السيت ديالي انا اللي هو www.karimeconomist.ml سواء تلقاو في الفيسبوك ديالي سواء تلقاو في هذا السيت هذا تلقاو فيه حتى هو ان شاء الله غنزيد لكم دي زيكزيرسيس اخرين ونخدم معكم دي زيكزاما ونكمل لي بارتي ديال الكور اللي حيت باقيين شي بارتي مازال ما كملتهم ان شاء الله غادي نكملهم وان شاء الله تستافدوا وتفهموا ان شاء الله هذه الماده اللي هي ماده زوينه بزاف وماده في المتناول اللي هي لا كونطابيليتي دي سوسيتي.